يشهد مهرجان العالمين الجديدة في دورته الثانية إطلاق فعاليات معرض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وده طبعا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين المرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في المجتمع. معنا دلوقتي عبر الهاتف مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة. مساء الخير عليك يا مي. نور مي، يعني في 20 سيدة تلقوا تدريبات من المجلس القومي للمرأة، وهم هيقوموا بعرض يعني منتجاتهم في المعرض، معرض تنمية الأسرة المصرية. احكي لنا أكتر عن المعرض والأنشطة اللي السيدات يمكن بيقوموا بيها في المعرض. هو الحقيقة المعرض ده يعني خطوة سبقتها خطوات تانية من التدريب وتنمية المهارات من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اللي هو بيشمل تدريبات حرفية وتدريب ريادة أعمال وتثقيف مالي، وده بيبقى في إطار المشاغل والوحدات الإنتاجية اللي تم برضو تجهيزها وإنشائها في إطار نفس المشروع. فإحنا في المشروع ده بنوفر مشاغل ووحدات إنتاجية بيتم التدريب فيها على حرف مختلفة، بنحاول ان احنا الحرف دي تكون حاجات مطلوبة في السوق المصري او السوق الخارجي، وتبقى بتلبي طلبات من القطاع الخاص والجهات المختلفة علشان يبقى في سوق للسيدات بعد ما يتعلموا الحرفة. واحنا بنشتغل كنا في المشروع ده على مستوى المرحلة الاولى من حياة كريمة، اللي هي على مستوى 20 محافظة. فاحنا في اول مدة في المعرض ان شاء الله هيبقى في تمثيل ل10 محافظات من محافظات تنمية الأسرة. وهي الحقيقة كمان السيدة اللي هتبقى بتمثل المحافظة هتبقى كمان مش بتعرض منتجاتها بس، هي احنا شجعناها قلنا لها انت ممكن تاخدي منتجات لسيدات اخرى وتبقي انت بتمثلي المحافظة وبتمثليهم، بحيث ان الكل برضو يستفيد. طب قد ايه مهم، يعني ازاي مهرجان العالمين بيساعد تنمية الأسرة المصرية وتمكين المرأة، وفتح يمكن المجال للعديد من السيدات من محافظات مختلفة ان هم يعرضوا منتجاتهم، يمكن عرض كمان الحرف اليدوية التراثية، يمكن ده مهم قوي ومركز عليه المهرجان بشكل كبير السنة دي. احنا بنحاول نبرز الحرف التراثية لانها يعني طبعا مميزة جدا، ويعني وما بدأنا ان احنا كل الحقيقة المشروعات دلوقتي بدأت انها تدخل بقى تطوير كتير فيها وتدخل الجودة والتصميمات المختلفة، فابتدت فعلا الحاجات المنتج المصري والمحلي يبقى له يعني جذب وله سوق كبير. فطبعا يعني تواجدنا في الساحل بأذواق مختلفة وتمثيل للمحافظات يعني البعيدة في الصعيد وفي الوجه البحري، فطبعا ده بيتيح للسيدات ان هم كمان يتعاملوا مع يعني المشتري ويشوفوا برضو العين بتروح على ايه الموضة يعني، ويبتدوا يتكلموا ويشوفوا. فدي بتبقى طبعا تجربة ان هم نفسهم يكونوا واقفين وبيبيعوا منتجاتهم وبيتكلموا عنها، بتفرق كتير جدا جدا. واحنا يعني من احد الحاجات طبعا اللي ليها تمثيل هي التلي المصري، اللي احنا لسه يعني الحمد لله نجحنا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ان احنا نوثقه ونعمل علامة جمعية تجارية لحرفة التلي في سوهاج. يعني دي كلها حلقة كده من التنمية والتسويق عشان يعني ان شاء الله كمان نخرج بالاسواق والمنتج المصري للتصدير ويبقى كل الناس يعني عندهم توعية بده. طبعا دكتورة مايا مرسي بتقوم بدور كبير قوي بدعم المرأة المصرية وتمكينها، سواء من خلال المجلس القومي للمرأة أو دلوقتي وزارة التضامن الاجتماعي، وطبعا ده تحت القيادة السياسية وتحت دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، بنشكرك يا فندم.